وفق الله. رزق الله صاب ما بقاتليش شنو ندير لها عام. يا ربي يا ربي وهذا خاطي العشاء يا ربي. تحياتي الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم نيلة. تحياتي تحياتي امهات الله يحفظكم الله يحفظكم. يلا تنجمع هذا. شكرا. ما شاء الله مشيره كلهما شافوا الشارع. ايوا اختي الله يعطيك السلامة. مابقاش تكتبي هذاك الكومونتيرات قبل ما ندير لك نيوت. اختي ما تقوليش عندي هذا الشيء في الكونت الله يرحم والديك. عطا الله فين ديري في كونت. انا واحد السيد حدود وشط تقاري مريض علم بي الله شط تقاري باش تبقى تكتبي لي هذوك الكومنتات. لا الله يجازيك بالخير الله يرحمك الوالدين. سير اختي شي قناه وسير قوليها لهم. لا تقولها عندي انا. علاش لا تقولها عندي انا في وسط الكونت ديالي؟ ما صبتي فين تقولي في الكونت ديالي؟ ديري معاهم مشاكل وانش بيني وبينهم. سير اختي انا واحد غير واحد شطي قاري حدودي شطي قاري مثلا. هذا انت كتكتبي لهذوك الكومنتارات. سلام نشاط شنو هو؟ سلام نشاط نشاط تمام نشاط. الله يحفظكم. لا حتى تكتب لي تقولي كومنتار. شوفي شنو تقول هذيك مشاعر من المشاعر. بيني وبين اختي المشاعر دبر راسهم. اللي بغى يدير شي حاجه دبر راسه. هذا اختي مش بيني وبينهم. انا هو فقير انا ولد باب الله انا مع الفقراء. قولي مشاعر من المشاعر اختي. اش بين انا مع الفقراء اختي. انا ما مشهور ما والو انا فقير. اي واحد ولد باب الله حافظ حازق ما عندي والو. عندي الله والنبي رسول الله. انا مع الفقراء والناس مكفسه عليهم بحالهم بحالي وانا ليهم. انا ما تنعرف لهم شهور ولا مشهوره.
هي اللي بقات ليا بقى تهضر على هادو كلش بينو بينو اختي شوف بقى هذا كافي مع راسو مع كافي مع الحيط ديالي تقول لي الكومنتات لا شنو قبيله قلت واحد الكلمه وقلت ما كاينش مشكل ودابا عاوتاني عاوتاني في الديكور ايوا شويه رفيع شويه لعب عطاك السر شويه الله وشويه لعب الله يرحم كل الوالدين هاني مرحبا 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 تحيات وقلت لك هذا شوما تلفتني كاع والله لا تلفتني شنو بغيت ندير تلفتني شنو بغيت نقول كاع ما شاء الله تبارك الله الله يحفظكم سلطان ما شاء الله اجي اختي انتيا اجي الله يرحمك الوالدين حيدي مال الكونت الله يجازك بالخير سمحي لي لا بلوكيتك حيت وليتي مقبل وانت تكتبي الكومنتات على المشاهير سير اختي اللي بغى المشاهير يمشي عندهم انا فقير انا ولد باب الله يا خيتي الله يجازك بالخير انا ما تعرف لا مشهوره لا مشهارين سير اختي اللي بغيتيها سيري عندها صافي جزاك الله خير ما بقا تسبي لي الناس وتعايري الناس وهداك الشيء تعايرهم في الكونت ديالي الا انا اختي مات انا بيلا قدنيني فيك فين سير اختي اللي بغيتيهم سير عندهم ناوي تطلع على مشاهير مال مشاهير المشاهير دبر راسهم الله يسهل عليهم الله يزيدهم اختي باش انا عالم بيالله انا اي فقير اي ولد باب الله ما تعرف لا مشهور لا مشهوره اي فقير اي ولد باب الله اي حازق ما قاسي مع الناس فقراء بحالي بحالهم وانا ليهم انتينا اخيتي انا درت لك بلوك واحد 48 ساعه وتراجعي نفسك عاد ديك الساعه تدخلي عند الكونت وي تهضر على المشاهير والمشاهير تخطيط بيني وبين المشاهير انا ولد باب الله ما عندي لحن الله رحيم تهضر على المشاهير حاسق يا ولد باب الله مسكين غادي حويطه حويطه تحياتي تحياتي لك الله يحفظكم الله يوقف وقف معك يا ربي امن شكرا انت بلا ما تعطي لا حد بقى تتسب لي مشاهير في الكون ديالي وتقول لك المشاهير مشاهير واش بيني وبين المشاهير واش انا عالم بي الله انا ولد باب الله حازق ما عندي ما ناكل ما نشرب عالم بي سيدي ربي مبقى نهضر على شي وحدي ما تنعرفهمش ولا يسهل على كل واحد انا ولد باب الله انا قناتي محترمه ما تنهاش ارتقاري حدودي ها هي تتكتبها لي بلوكيتها بلوكيتها من الكونت ديالي عندي الحق نبلوكيها نبلوكي السيده تتكتب لي المشاهير من المشاهير اش بيني وبين المشاهير مشاهير اخوتي ما تنعرف لا مشهور لا مشهوره اوي بقى نهضروا على شي وحدي ما تنعرفهمش ما تعرفوني هذاك راه ولد ولد وانا ما عرفتش ما تعرفش سميه اخوتي انا ولد باب الله كافي مع الزمان ومع الوقت انتي اخوتي مكافي مع الزمان ومع الوقت والله يعاونك يا ربي امين لا ولا شو ما شو يا ربي شو العبدو بقى نهضر على شي وحده ما تنعرفهمش انا اش بينو بينهم قلت لهم غدا غدا طلعتي وليت تهضر عليهم عندك تبكي لا ما نبكيش لاش غنبكي لاش غنبكي ما نبكيش لاش غنبكي بغيتيني نبكي ما نبكيش ما نبكيش انا شخص قوي تنضح وتنوض انا عارف كيني اعداء النجاح مي انا شخص قوي نغمه المرض ديالي نغمه كل شيء نغمه الوحدانيه نغمه حتى واحد ما تقبلني بالمرض حتى واحد ما كلشي نفرني معايا الله ومعايا الامهات اللي تحبوني وتيبغيوني وتنطح وتنوض انا شخص قوي تنطح وتنوض ما تنسلمش الحياه بينت ما تسلمش
الحياه بين تكون قوي فهاد الدنيا هادي مبان قوي ما مبانش ضعيف. ما شاء الله دخل عندك ان شاء الله يا ربي تدخل عليكم باش ما تمنيتيو. يا ربي امين. انا ما شاء الله تبارك الله بخير. يا ربي امين. لايكات اخوتي لايكات، الله يعطيكم السر، عطونا اللايك الله يجازيكم بالخير، الله يطول في عمركم. كنا نديروا اللايكات الله يطول في عمركم كلكم لايكات، فضل الله ليس امرا. لايكات الله يجازيكم بالخير والبارتاج. ما شاء الله الله يحفظكم ليا. تحياتي لكم، الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا على اللايكات، شكرا على البارتاج، شكرا على الكومنتات الزوينين، تنحييكم. شكرا الناس اللي دخلوا جداد، شكرا الناس اللي مسانديني، الامهات الحاجات الامهات اللي مخارج الوطن، الله يشافيك. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفيني وشفي كل هو مريض ويعطيكم ما تتمناو. وداك السيد اللي قبالت لقيت بقى في قطع لي في قلبي، ان شاء الله دابا نساندو ودابا نوقف معاه ونشرو له الحويجات ان شاء الله. لا كتب الله غنساندو ان شاء الله بالقدره الله. تبارك الله عليك الله يحفظكم. يلا درت طويشني غسلت اللوينات جمعت الدويرتي ياك اخوت. الحمد لله الحمد لله. تحياتي تحياتي. يلاه سالي الدهب هانت روينا ساليتها دابا، بقى لي هذاك الطويجن. يلا درتو الطاجني طيب. وقف كاب نتاخ الله يحفظكم. تحيات الامهات، تحيات الناس الطيبين، خليكم لي اللي دخل يدير لايكات. الله يعطيكم الستر، الله يحفظكم. لايكات 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 يعطيكم الستر. صافي سالي ها نتوما طويج درتو ها. ها هو درتو، ها هو درتو يطيب شو طويجين درتو يطيب ها هو تيطيب. درت طويجين درت كلشي قديت كلشي. الله يحفظكم ليا. شكرا على الكومنتات الزوينين، الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم. راه درت لكم واحد ميني فلوك، درت لكم راه كاين واحد الفلوك صغيور على قد الحال. الله يجازيكم بخير، شكرا ليكم، شكرا على الكومنتات واللايكات والبارتاج. الله يجازيكم بالخير ويخليكم ليا الامهات والناس اللي بغا رقمي والناس اللي بغاو يساعدوا داك السيد. الله يحفظك يا ربي امين. والناس اللي بغا يساعدوا داك السيد اللي عنده شي حويجات كما قلت لكم، راه قلت لكم في اللايف ديال قبيله، اللي عنده شي حويجات الله يرحمكم والدين تساعدوا مع داك السيد. راجل كبير والراجل كبير وبقى فيا دز قبيله قطع لي في قلبي، وعنساعدو ان شاء الله بالقدره سيدي ربي، وعندير معاه فلوق وعندير معاه فيديو وعنساعد داك السيد ان شاء الله. واللي يقدر يساعدو الله يسعدو، الله يفتح في وجهو. واحد الراجل بقى فيا، راه راجل عنده 70 عام تبارك الله، 70 عام هليت ليها بشي حد، هليت ليها بشي مريض، هليت ليها بشي حد، هليت ليها بشي واحد، لا انا لا اي واحد هليت ليها بشي حد. صحاغ الدار، صحاغ الدار يا الامهات، صحاغ الدار. غدرت شحال من واحد والدنيا راه ما دايما بوالو، دايما الا وجه الله، دايما الا وجه الله في الاخر. ها ما درت شحال من واحد عنده الفيلا وقصوره وكلشي ومشى عند الله، ما دا معاه والو، دا معاه الخير وزيد بيض وشنو قابل سيدي ربي وشنو عطاه الله وشنو ما هذا. الله يعطيكم السر. انا ان شاء الله قناتي عتكون الخير ان شاء الله. لا طلعت
وانا اطلع، انا مأكد عندي احساس حيت عندي ارادة مع الله قوية، اطلع قناة ان شاء الله وانساعد بها الناس وانساعد الفقراء وانساعد الناس مكفسة عليهم، ونتعاون ان شاء الله ونخلص كراتي ونشري دواي ونعمرت لي ليش كل شيء نديره ان شاء الله. كن فيكون، كن فيكون، ان الله مع الصابرين. اذا صبروا، انا شخص قوي، تنطح وتنوط، نغمة المرض الامراض اللي تجمعوا فيه كاملين تحت ونط، ما تسلمش، حيت عندي امل في الدنيا، عندي امل نحقق العمرة، عندي امل نحقق دوارتي، عندي امل نشوف ندير الخير في الناس، عندي امل ندير شحال من حاجة ان شاء الله. لا طول الله في العمر، اما لمشينا باي باي، لمشينا الحمد لله. شكرا لكم، تنحييكم، تنشكركم، وصلوا على رسول الله، وما نكونش تقلت عليكم في هذا اللايف، درت معكم الطويجن، درت معكم روتين على الدويره على قد الحال، قبلوا عليا هادشي اللي تندير على قد الحال اخوتي، حيت انا ماشي مع دوك المشاهير الكبار اللي تيقيلوا سافروا وتيقيلوا ديروا هذا، انا تنمشي على قدي، عندي ما ناكل راه تنطيبوا معاكم، ما عنديش عندي تبيضه نطلع نديرها نفرقها معاكم ونديرها معاكم في اللايف، عندي ما ناكل هي هذيك، ما عنديش راه ما تنطلع لايف عادي على قد الحال، وندير لكم فلوق في الزنقه على قد الحال، هادشي اللي عندي. انا ماشي مشهور ولا شي واحد لاباس عليا، انا يا ولد باب الله وغادي في قناتي يفتح الله فوشي صافي، وغادي على على اراده الله، ما غاديش شي حاجه ديال لا نمشي نغضب سيدي ربي ولا نمشي ندير شي حاجه خال خايبه ولا نمشي نغلط كما غلطت في الماضي ديالي، كما غلطت في الحياة ديالي ملي كنت صغير. انا لا تبت توبة خالصة مع سيدي ربي، ماشي مشيت نفس المعاصي اللي كنت غادي فيهم، اعترت بالدنيا كاملة، اعترت بالاغلاط شنو درت، اعترت بالماضي ديالي، من الله ابتلاني، ابتلاني وحبني، رجعت للور. بحال شي واحد تيقول لك علاش ما تنطش عرف ونطش هر، انا بركه داكشي اللي داز عليا بركه، ما بغيتش نعاود فيه، حيت بغيت نمشي عند الله مغسول طاهر غانم، بغيت نمشي عند سيدي ربي طاهر غانم، ما مشيش اللي يشوفني يقول تفونا عليك الله حاشاكم، انا بغيت نمشي عند سيدي ربي بالاراده ديالو، واخا تنشوف التنمر وتنشوف شي حوايج ما تنتسوقش، حيت الحياه بينتني نكون شخص قوي، ما نكونش ضعيف، ضعافيت مي تنبكي ولا هذا الله اللي عانم بيا، نغمه المرض، نغمه الوحدانيه، ما تيبغي يخدمني حتى واحد، ما تيبغي بركه، مي شخص قوي، فوت امر الله هو الاول، ديما تنفوت امر الله اللي خلقني وخلقكم، هو الاولاني، هو الاول، كون فيكون، والحمد لله، وربي يقويني ويسهل عليا وندير كلش لك الله، وبغالي شي حاجه ما بغاليش راه ما عندي ما ندير، هو الاولاني، وبيكم تنتوما، الله ساقني ليكم، والله بيني ليكم، اللي دار فيه شي خير الله يخلف عليه، واللي ما قدرش يدار فيه الخير هي كلمه طيبه، اللي ما قدرش يساعدني باللايكات وبالبارطاج، اللي ما قدرش يعاوني تعاوني بمشاهده، تاد الله يخلف عليكم، نكال الخير ود الحرام، ما عمرني نكال الخير ديال البشر ولا ديال الناس، نكال الخير ود الحرام، وانا ما ننكرش الخير ديال الناس، كل هو اللي يساعدني حتى بكلمة طيبة حتى كلمة خايبة الله يهديهم، حيت تنقول واحد الشخص تنطح وتنوض، الزمان وراني شحال من حاجة، ود 11 عام، مي كبرت في الخيريات، مي كبرت معاني، مي كنت في الزنقة، مي طلقت با أمي، مي كواتني مرات با، مي تكرفسوا عليا لاحوني في الخيرية وأنا ولد 11 عام، كل معاناة دازت عليا تنساهاش، حيت الزمان خاصني نورياني نكون شخص قوي في الدنيا، ما خليت فين بنت باش نطلع راسي ونوصل لهداك الشي اللي بغيت، بقى ربي معايا ومعايا الأمهات، كن فيكون، كن فيكون، إن الله مع الصابرين إذا صبروا.
شو كيف كنت نهار الاول؟ كنت ولا شيء، ما عندي والو. ربي 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 حشنو ربي، والحمد لله الحمد لله حش في الله. خص نحمد الله ونشكره. شحال وانا في الزناقه، شحال وانا في السونتر، شحال وانا في الخيريات، شحال وانا في السبيطارات بالمرض ديالي، ملي تنقول الحمد لله حيت شوف دار سيدي ربي. وانا شخص قوي، تنطح وتنوض بحال شي وحده تيقول لك عبد الاحد طلع قناتك، خصك تطلع قن. ما نطلعش بالشوع ولا شي حاجه، تشوهت في الدنيا، ما زلت نشوه حتى في التواصل الاجتماعي. شوهت في الدنيا، شوهت بمرضي، شوهت بكل شيء، نزيد نشوه اكثر؟ لا، بغيت نمشي عند سيدي ربي طاهر غانم، بغيت ربي واحد النهار يديني، يديني مثبت على الشهاده ويغسل ذنوبي كاملين. حتى ما حققش العمره يحق لي الفوق الفوق، لما ما حققتش الدار نحقها الفوق بستره الله، بستره سيدي ربي. ماشي نخرج نغضب سيدي ربي ولا ندير شي حاجه اللي تغلط مع سيدي ربي، لا لا، درت ما فيه الكفايه واعترفت في الدنيا قبل الاخره، وكون شخص قوي ما تسلمش، ومعمر استلمت، ونصبوا مرايا وجمعوا على ظهري الفلوس، جمعوا له كل شيء، وربي معايا، وربي ما عمرو يتخلى على العباد ديالو. شي اللي كاين كون فيكون، تنطح وتنوض. شو كيف كنت نهار الاول، كنت حالتي حاله من لوطال لوطال، كان ما كانتش هذيك الحاجه في فرنسا، كان ما كانش الامهات اللي ساندوني، اللي بارطاجوا معايا، اللي طلعوني، اللي وثقوا لي قناتي، اللي طلعوني 100,000، واخا ما كاينينش بعض المرات، بعض المرات يكونوا مشغولات. الحمد لله، شوف فضل سيدي ربي، فضل الله، وانا حمدت الله وشكرته، وما عنبكيش، غنكون شخص قوي، ما نكونش ضعيف، ما بغيتش نكون ضعيف. الزمان خاصني نكون قوي، دوز العذاب كثر وكون شخص قوي، ما ضعفيتش، تنضعف في البكي، حاجه وحده اللي فيا تنضعف في البكي، مي ما تنطيحش، واخا تجيني السخانه، واخا تجيني لي زانفيكسيون، واخا تجيني المرض ديالي تيطيح طمني، المناعه تتهبط لي، تنقول لا ما تسلمش، ما تسلمش عبد الاحد المرض، داز عليك العذاب، ما تسلمش. هذاك الشيء علاش الله محابي، وانا فوت امري ليه، يا الله انا فوت امري ليه، فوت امري ليه، فوت امري ليه، هو اللي قادر عليا، هو اللي قادر على هذا الكون، وكون فيكون، والحمد لله، تنقولها وتنقول ما تتحيش من فمي، الحمد لله، كن فيكن، اللهم لك الحمد. شكرا لكم، شكرا للأمهات والغاليين والناس الطيبين، كما تنقول واحد الكلمة بشوية بشوية، وساندوا هاد القناة، حتى هاد القناة هي مصدر العيش ديالي، الله يجازيكم بخير، والله يطول في عمركم. وخا بلايكات، وخا بالبارتاج، وخا بالمساندة ديالكم، فضل الله يسع أمرا ويطول في عمركم، حيت قناتي نقدر نخلص منها كراتي، نشري منها دوايا، نعمر منها تليفيش، نصدق منها، يقدر ربي واحد النهار يسهل عليا نشري بويت كوزينة، مابقاش من الكرا لكرا، كلشي قريب عند سيدي ربي. شحال قدو بنادم يعطيني؟ قالك يعيا اللي يعطي، واللي يشد ما يعياش. أنا صريح، انا صريح، لا على فمي على لساني، انا هكا، انا صريح في هادشي، لا على فمي على لساني. وتحياتي لكم، وتنحيي الامهات والاخوه والاخوات، ولا ما كملش اللايف يكملوا في الاول حتى الاخر ان شاء الله. وتحياتي لكم، طولت في هاد اللايف بزاف، حيت درت معاكم شحال من حاجه، وعاودت خرجت داكشي شويه اللي في قلبي.
تحياتي لكم، صلوا على رسول الله، السلام عليكم.